الخير من LBCI وإليكم أبرز عناوين نشرة الليلة. طرابلس تحترق والدولة تحتفل. 5 أشهر للفراغ الرئاسي ميقاتي رئيسا للجمهورية. وبعد حزب الله في القصير أبو فضل العباس في ريف دمشق. نشرة أخبار 8 من LBCI مع ماريو عبود وريمي درباس. مساء الخير. طرابلس تحترق، لياليها بلا نوم وصباحاتها بلا أمل. الجولة الأخيرة كانت الأعنف وردود الفعل عليها كانت الأكثر عجزا. كأن المدينة واقفة في الفراغ، لا بلاد تنتمي إليها ولا سقف فوق رؤوس عائلاتها ولا مسؤولين عن أمنها. ماذا يقال عن بلاد تتخلى عن إحدى مدنها؟ ماذا يقال عن بلاد يحتفل طاقمها الحاكم باليوبيل الذهبي لرئيس بلدية في الزوق فيما العاصمة الثانية تحترق على بعد عشرات الكيلومترات؟ هل هذا مشهد من مسرح العبث أم إنه الموت يريد منا أن نعتاد عليه؟ الفراغ لا يطال طرابلس وحدها، قريبا قد تدخل البلاد كلها مرحلة تصريف الأعمال. فبعد 5 أشهر بالضبط تبدأ المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وفي ظل أوضاع لا توحي بالقدرة على إجراء انتخابات رئاسية. لكن المشهد السوداوي لم يخفف من الدفع المعنوي الذي أطلقه الإفراج عن مخطوفي أعزاز. فما كاد الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي يعود من قطر حتى توجه إليها اللواء عباس إبراهيم ليلتقي الأمير تميم بن حمد الثاني ويعود بوعد أميري بمتابعة ملف المطرانين. وإلى قطر وصل أيضا الموفد الدولي الأخضر الإبراهيمي في سياق التحضيرات لمؤتمر جنيف 2، بعدما كان قد التقى في أنقرة مسؤولين أتراكا وأركان المعارضة السورية لإقناعهم بالمشاركة في المؤتمر. أما الأسلحة الكيميائية فتبحث عن مكان لتدميرها بعدما اعتذرت النرويج عن قدرتها على ذلك. إذن على التماس بين باب التبين وجبل محسن عائلتان تتشاطران الجوع والخوف وتطالبان الدولة بالتدخل الجذري لوقف المأساة. في كل منزل على خطوط التماس بين باب التباني وجبل محسن مأساة حقيقية. قدر عائلة الحصن في باب التباني أن منزلها مطل على شارع سوريا الفاصل بين الطرفين المتقاتلين. الوصول إلى العائلة المحاصرة اليوم كما في كل جولة من الاشتباكات، الوصول إليها أو محاولة إيصال الطعام والماء يفترض سلوك التخريقات العسكرية بين المنازل خوفا من القنص وتسلق سلالم أعدت خصيصا للأوقات العصيبة. العائلة تعيش على الدرج خارج منزلها لأن الرصاص يستقر في كل زاوية منه. لازم الدولة يعني تقول لك شو في بيننا وبين الجبل، بس قطع السكات واقفين شغل مناديل، واقفين شغال، مش فيك تقطع تنزل تشتغل، إذا نزلت تطلب منك ترجع ما فيك. مع تجاوز شارع سوريا في اتجاه جبل محسن المأساة واحدة. فوق الدشم في حارة المهاجرين في الجبل عائلة زيدان تهرب من غرفة إلى غرفة داخل المنزل. الخوف يلازم الجوع هنا أيضا. أنت شايف بيتنا اللي قاعدين فيه مثل ملجأ، يعني منتخبى تخباي ومن القصف ومن النيران، وأكلنا يعني شو بدي أقول لك، خبز وزيتونة من الموني، يعني مش ترى ما فيه، وخبز أوقات ننقطع منه. قاعدين لا طلع ولا فوتي، لا شغل ولا عمل، وعالجوع أغلب أحياننا جوع. اللي بيقدر يطلع من المنطقة يجيب أكل للعالم بيقدر، ما بيطلع، وأهم شيء نحن عندنا خبز. رب العائلة المصاب بشلل نصفي يتحسر على واقع عائلته المذري. هي والدي تشغل عند العائلة مشان طعميه الأولاد. هكذا يتشارك جبل محسن وباب التباني الفقرة ومأساة الخوف والحصار من جنون السلاح. كل عائلات طرابلس لم تنم ليلة الخميس الجمعة آملة بغد أفضل. لكن هذا الغد لم يختلف كثيرا عن سابقه، فعمليات القنص استمرت طوال النهار. هي الليلة الأعنف منذ 18 جولة من الاشتباكات بين باب التباني وجبل محسن. القنابل المضيئة والقذائف الصاروخية والطلقات النارية أضاءت سماء المدينة. في الصباح استراح المتقاتلون في الجبهتين وساد الهدوء الحذر من طلقات القنص المتقطع.
على الطريق إلى جبل محسن حافلة أصيبت وبقيت في مكانها. التنقل مخاطرة كبيرة على خطوط التماس، الدشم تحاكي بعضها والشوادر تحجب الرؤية عن القناصين في الجهتين، الجدران نقشها الرصاص والمباني اخترقتها القذائف الصاروخية. الطرفان تبادلا التهم عن استخدام قذائف الهاون والبعشرة التي بدت أضرارها الكبيرة في الجهتين. ضربتنا على المنطقة وشفتوا الهاونات انضرت علينا، وردوا علينا وردوا علينا بالكثافة. صحيح الجيش كان عم يريد عم يطلق النار بس هن كتير كبوا علينا. عبيت عم اللي كبت علينا امبارح من اخواننا السنة ولا بحياتنا شفناها ولا بحياتنا، بتقول هاون عم ينزل. كما في الميدان الاتهامات الكلامية في ذروتها تبدأ من السعودية إلى دمشق. بلشت المعركة بأمر من بشار المجرم على التلفزيون أنه طرابلس جبل محسن محافظة سورية، عطاهم ضوء الأخضر لتمييع قضية التفجير الصاري لجماعة السلام والتقوى. هذا الشيء كله تجيش طائفي، تتحمل مسؤوليته السعودية وبندر بن سلطان بالأخص. حصيلة الليلة الأعنف، قتيلان و15 جريحا بينهم 4 عناصر من اللواء 12 من الجيش اللبناني الذي تولى الرد على مصادر النيران من أي جهة أتت، وأقام حواجز ثابتة في محيط المحاور الساخنة وسير دورياته في انتظار حل جذري لواقع باب التباني وجبل محسن. ليل طرابلس كيف هو الآن؟ الزميل إدمو ساسين معنا مباشرة من هناك. إدمو، هل تؤشر ساعات المساء الأول إلى ما يمكن أن تكون عليه هذه الليلة مقارنة مع أمس؟ مساء الخير ماريو، قبل الإجابة عن هذا السؤال أود أن أشير إلى أن ومنذ 10 دقائق تقريبا وحيث نقف هنا نحن على نقطة عسكرية لفوج التدخل الخامس الذي يقيم حاجزا يربط بين قلب المدينة وبين دوار أبو علي، سقطت قذيفة إنيركا أو ربما يعني قذيفة هاون صغيرة على بعد 10 أمتار فقط من نقطة الجيش ومن مكان تواجد فريق LBCI. يعني القذيفة سقطت حيث يتجمع بعض المدنيين هناك وبعض العسكريين الذين عادوا منذ قليل إلى نقطتهم العسكرية خلفنا تماما. إذن ماريو، نحن نقف هنا على المستوى الميداني على الحواجز التي يقيمها الجيش اللبناني والتي ضاعفها منذ مساء غد من أجل ضبط الوضع الميداني في على المحاور الساخنة بين باب التباني وجبل محسن. ماريو، على المستوى السياسي وعلى مستوى الاتصالات السياسية يعني ليس هناك بعد من معرفة واضحة لطبيعة الليلة المقبلة، هل ستكون شبيهة بالليلة العنيفة التي مضت أو ستكون ليلة هادئة. هناك مساعي عدة تبذل في هذا المجال، هناك اجتماعات بعيدة عن الأضواء، في هذه اللحظات يعقد اجتماع يعني المشايخ بعيد عن الأضواء من أجل محاولة بلورة تصور للتوصل إلى تهدئة. عند الساعة 9 مساء سوف يعقد اجتماع لقادة المحاور وللمشايخ في باب التباني من أجل اتخاذ القرار في هذا المجال. أوساط متابعة أكدت LBCI أن الطرفين لا يمكن أن يستمرا في هذه المعركة ولا يمكن أن يتحملا كلفة هذه المعركة سواء على المستوى البشري أو على المستوى المادي. طبعا يعني يمكن القول أن حصيلة الاشتباكات منذ يوم الثلاثاء هي حصيلة 5 قتلى وأكثر من 50 جريحا. بين هؤلاء الجرحى هناك 12 جريحا من الجيش اللبناني سقطوا طبعا أثناء محاولتهم ضبط الوضع الأمني على المحاور الساخنة بين باب التباني وجبل محسن. ماريو، يعني في هذه الأثناء نشاهد قوة من فوج التدخل تتوجه مجددا يعني إلى المكان القريب الذي وقعت فيه القذيفة التي من المرجح أن تكون إما قذيفة إنيركا أو قذيفة هاون. طبعا اليوم كانت هناك عدة مواقف مما يحصل في طرابلس، اللواء ريفي كان له مؤتمر صحفي إضافة إلى النائب محمد كبار الذي عقد في منزله اجتماع لنواب فعاليات من طرابلس. نستمع إلى أبرز ما قاله اللواء ريفي والنائب محمد كبار. القيادات الأمنية فشلت في تحقيق واجبها في حفظ أمن المدينة واستقرارها، لكي لا نقول أكثر من ذلك. التحقيقات الأخيرة أثبتت أن هذه العصابة المسلحة هي مصدر الإرهاب والإجرام، وعلى الجهات المختصة أن تتعامل معها على هذا الأساس. شكرا إدمو.
من يفتقد الدولة في طرابلس يعثر عليها في ذوق مكايل، وتحديدا في احتفال البلدية باليوبيل المئوي لتأسيسها واليوبيل الذهبي لرئيسها نهاد نوفل. فقد حضرت الدولة بكامل قوامها تقريبا من رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إضافة إلى الكاردينالين مار بشارة بطرس الراعي ومار نصر الله بطرس صفير احتفاء بنوفل. وتخلل الاحتفال كلمة لرئيس الجمهورية أكد فيها تصميمه على تسليم رئاسة الجمهورية بشكل طبيعي لأول مرة منذ 40 عاما. وفي موازاة الفراغ الأمني الذي يتفشى في مناطق لبنانية، فراغ سياسي وإداري ينخر المؤسسات. مؤسسة رئاسة الجمهورية قاب قوسين من انتهاء ولاية الرئيس ميشيل سليمان، والعد العكسي انطلق. تقول الفقرة الأولى من المادة 73 من الدستور: قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر، يلتئم المجلس بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد. الترجمة العملية لهذه الفقرة تعني أن مهلة انتخاب خلف للرئيس ميشيل سليمان تبدأ في 25 آذار المقبل، وأن الرئيس بري يجب أن يوجه الدعوة للمجلس كي يلتئم، وفي حال لم تتم الدعوة أو تعذر لسبب ما انتخاب رئيس فالمادة 73 أوجدت المخرج. بحيث يجتمع مجلس النواب حكما في اليوم العاشر الذي يسبق انتهاء ولاية الرئيس، حكما دو بلان دروا دون دعوة، ويصبح هون المفارقة في حالة انعقاد، بمعنى انعقاد دائم حتى انتخاب الرئيس، يعني أشبه ذلك بانعقاد الكرادلة لانتخاب البابا. الجدل أيضا سيتجدد في شأن نصاب جلسة انتخاب الرئيس بين النصف زائدا واحدا أو الثلثين، وهو جدل في منصة عليه المادة 49 من الدستور التي قالت بأن رئيس الجمهورية ينتخب بالاقتراع السري بغالبية ثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي. استعمل النص عبارة الغالبية الماجوريتي، ولم يستعمل عبارة النصاب، ولكن ذهب البعض للقول من أجل الحصول على أكترية موصوفة باتجاه انتخاب الرئيس، عبارة الغالبية انصرف فيها المشترع الدستوري إلى اعتبار نصاب وليست الغالبية المتعارف عليها. هذا تفسير للدستور. الفراغ في الرئاسة الأولى احتمال وارد، فهل تنتقل صلاحياتها إلى حكومة تصرف الأعمال؟ سميها حكومة تصريف أعمال صحيح، هذا بمعنى مدى الصلاحيات المتوافرة لها، ولكن هذا لا يعني أنها غير موجودة. السلطة التنفيذية ما زالت مكتملة، ولو بغياب الرئيس لا سمح الله، عندما تنتقل إلى هذه الحكومة. طب وإذا تم تشكيل حكومة ولم تنال الثقة، هل تنتقل لها صلاحيات رئيس الجمهورية؟ لا، بدها تنال الثقة ومن ثم تحكم. إذا ما نالت الثقة ما فيها تحكم، فبالتالي بتضل الصلاحيات مناطة بالحكومة التي تعتبر هي حكومة تصريف أعمال. منذ العام 1988 لم يجري الاستحقاق الرئاسي أبدا في موعده، فكان الفراغ أو التمديد يسبق انتخاب الرئيس الجديد. وفي ظل الفراغات الأمنية والسياسية والإدارية، مبادرة وطنية لقيام الدولة. هلأ ما بدنا نغير النظام يعني، وما عم نكبر الحجر، بس عم نقول إنه هيدا نظام النسبية بالانتخابات اللبنانية، ويمكن نحولنا من طوائفيين أو مواطنين بالطوائف إلى مواطنين بلبنان. رفيق علي أحمد يستحضر النسبية الآن هنا تحت أزيز الرصاص في طرابلس على وقع الأحداث الأمنية التي توحي بأن الحرب الأهلية قد تنفجر في أي لحظة. رفيق علي أحمد جزء من المبادرة المدنية لقيام الدولة، مثله مثل مجموعة من الكتاب والفنانين والناشطين. احنا عمليا إذا بنطلع حوالينا على جميع الأصعدة، في انهيار كامل، بظل مؤسسات ما عندها دستورية، وفي خطر إنه هيدي اللا دستورية تتفاقم لتشمل جميع مؤسسات الدولة وجميع المؤسسات الدستورية. قيام الدولة هو إذن هدف المبادرة، الدولة الغائبة والتي يحكمها مجلس نواب مدد لنفسه، وحكومة كسرت الرقم القياسي بفترة تصريف الأعمال، ورئيس مكلف عاجز عن تشكيل حكومة. وقيام الدولة وفقا للمبادرة لها حجر زاوية واحد، سلطة تشريعية تمثل كل اللبنانيين. إذا بدنا نرجع نعالج هيدول المواضيع ونقاربهم، بدنا سلطة شرعية دستورية، سلطة قادرة وسلطة فاعلة، وهيدي السلطة لإعادة تكوينها بدنا التمثيل الحقيقي لها، والتمثيل الحقيقي لها ما في يكون إلا من خلال تمثيل النسبة.
مجلس النواب غير دستوري. الاعتراف بهذه المعلومة البديهية هو نقطة الانطلاق نحو التغيير، تغيير جذري هذه المرة. أقله هذا ما تسعى إليه المبادرة. هلأ أخي المواطن فيك تطمن يعني أنه قانون النسبية ما بيلغي أنك تنتخب زعيم الطائفة ومجموعة يعني من الشباب اللي هو بيختار لك يهون، بس على القليل في ناس تانيين بهذا البلد بحبوا كمان أنهم ينتخبوا ناس تانيين غير زعيم الطائفة. عودة مجددا إلى طرابلس لنستمع إلى أبرز ما قاله اللواء ريفي في مؤتمره الصحفي. من غير المسموح أن تترك زمرة مسلحة كمسدس مصوب إلى رأس المدينة لتهديد أمنها واستقرارها وسلامها. فأمن طرابلس ليس سلعة بيد النظام السوري وليس سلعة بيد حزب الله. أنا أعترض على تعبير قادة المحاور، في حدا عم يحاول إعلام أصفر عم يقول قادة المحاور، لنخجل بأولادنا، هالو أولادنا نفاخر فيهم، هالأبناء الأحياء سمية. اليوم حزب الله أنشأ جيش كامل تقريبا بنفس لباس الجيش اللبناني، وبكل أسف ما حدا بيقول له شو عم تعمل نهائيا، يستعرض قدام كل الوسائل الإعلامية. أنشأ ما يسمى بسرايا المقاومة لمجموعة زعران، كونهم للمهمات الوسخة، ما نعرف شو دورة تمام الحقيقة. آخر شيء اللي بيدافع عن حيه هذا أشرف من سرايا المقاومة. في سوريا تقدم ميداني لقوات النظام بمشاركة حزب الله وألوية أخرى في مناطق استراتيجية من ريف دمشق. هذا التقدم يقطع بعض الإمدادات عن مقاتلي المعارضة. خريطة المعارك في الأيام الأخيرة في تقرير للزميلة دلال معوض. بدأ الجيش النظامي حملته الهجومية في الريف الجنوبي الغربي للعاصمة دمشق، فاستعاد سيطرته على بلدات الحسينية والذبابية وبلدة لبويضة جنوب غربي منطقة السيدة زينب، قاطعا بذلك خط إمداد مهم للسلاح من جنوب البلاد كانت تستفيد منه المعارضة. كما زاد من عزل معاقل المعارضة القريبة من العاصمة الجنوبية كالحجر الأسود واليرموك والقدم. وبعد هذه المعارك في الريف الجنوبي الغربي انتقل الجيش إلى الريف الجنوبي الشرقي، فأحكم قبضته على ضاحية حتيتة التركمان، مما عزز من تقدم الجيش السوري على الغوطة الشرقية، معقل أساسي لمقاتلي المعارضة في الريف الشرقي. ومع هذه الإنجازات أعادت القوات النظامية سيطرتها شبه الكاملة على طريق مطار دمشق الدولي، وهي مصدر أساسي للإمدادات العسكرية للجيش النظامي. معارك ريف دمشق شارك فيها ما بات يعرف بلواء أبو فضل العباس. وعناصر هذا اللواء مقاتلون شيعة من العراق وإيران ولبنان، فمن هو هذا اللواء؟ لواء أبو فضل في دول أجلك إحنا يا زينب نتحدى جيش الحر وما هنا يا زينب. تأسس لواء أبو فضل العباس في سوريا عام 2012 حاصرا مهمته آنذاك بالدفاع عن مرقد السيدة زينب. غالبية مقاتليه من الشيعة العراقيين بالإضافة إلى لبنانيين وسوريين. نبشركم بأن الباخرة التي أتت من إسرائيل فجرها حزب الله. قدرت دراسة غربية نشرت في حزيران الماضي عديد مقاتليه بنحو 4000، إلا أن تقريرا نشرته مصادر قريبة من المعارضة السورية أفاد بأن عديد مقاتليه قارب 15000، بينهم 7800 مقاتل شيعي عراقي، 2300 مقاتل شيعي لبناني، 4500 مقاتل شيعي من سوريا. وبحسب هذا التقرير يتقاضى عناصر هذا اللواء رواتب تصل إلى أكثر من 2500 دولار شهريا لكل عنصر تدفعها الحكومة العراقية. وفي دراسة أجراها الخبير الأمريكي بول سميث أفاد بأن مقاتلي هذا اللواء تلقوا تدريبات على يد الحرس الثوري في إيران وحزب الله في لبنان، وأن إيران لعبت دورا أساسيا في تشكيله ودعمه. معظم مقاتليه في أواخر العشرينات من العمر أو أكبر سنا، وأصحاب خبرة في القتال ضد القوات الأمريكية في العراق. لبيك لبيك يا زينب. في الأشهر الأخيرة بينت إعلانات الشهادة أن ما بين 12 إلى 24 شيعيا عراقيا يقضون شهريا في القتال في سوريا، ما يعكس انخراط لواء أبو فضل العباس بقوة في المعارك. هذا اللواء كما يقول خبراء قادر على إحداث تأثير استراتيجي في مسار الحرب السورية،
فهل يكون دوره أبعد من حماية مرقد السيدة زينب؟ تابعوا معنا بعد قليل. لقحوا أطفالكم من الشلل، ومن يطرد الطلاب من المدارس؟ قتل عضو اللجنة الأمنية لمخيم عين الحلوي مسعد حجير متأثرا بجروح أصيب بها في رأسه بعدما تعرض لإطلاق نار في الشارع الفوقاني في المخيم. وقد عقدت اجتماعات للجنة الأمنية في عين الحلوي للعمل على التهدئة. مرض شلل الأطفال خطر جديد يهدد الأطفال السوريين. والنازحون في لبنان ليسوا بمنأى عنه، ووزارة الصحة تطلق حملة للوقاية. في أول تفشٍ لمرض شلل الأطفال في سوريا منذ 14 عاماً، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن ثمة 22 طفلاً في محافظة دير الزور يشتبه بإصابتهم بالبوليو، غالبيتهم دون العامين من العمر، علماً أن ثمة 100,000 طفل تقل أعمارهم عن 5 سنوات عرضة للإصابة بالمرض في المحافظة نفسها. من هنا بات الشغل الشاغل للمنظمة الآن البدء بحملة تطعيم في أسرع وقت ممكن. وبما أن نحو 4,000 لاجئ يخرجون يوميا من سوريا، من المزمع أن تشمل حملات التطعيم هذه البلدان المجاورة، ولبنان بطبيعة الحال واحد من أبرز هذه البلدان المجاورة. وها هو وزير الصحة علي حسن خليل يطلق الحملة الوطنية الشاملة للتلقيح ضد فيروس شلل الأطفال التي تستهدف 700,000 طفل، نصفهم لبنانيون والنصف الثاني من جنسيات أخرى أهمها الفلسطينية والسورية. هذا الأمر يستهدف منع حصول أي حالة شلل للأطفال في لبنان على الإطلاق، لأننا نرى وجود أسس لخطر مبني على قواعد علمية. المرحلة الأولى من الحملة ستمتد بين 8 و 12 تشرين الثاني المقبل، على أن تمتد المرحلة الثانية بين 6 و 10 كانون الأول. معاناة الأطفال السوريين تتعدد فصولها، وجديدها طرد طلاب سوريين من مدارس لبنانية. هذا الموضوع كان مدار بحث بين وزير التربية ورابطة التعليم الأساسي الرسمي، التي طالبت المؤسسات الدولية بدعم مالي لتحمل أعباء ما لا يقل عن 100,000 طالب سوري في لبنان. بدي أروح المدرسة. أصبحت نور خارج مقاعد الدراسة التي اعتادت عليها. تبلغ أهلها من الإدارة أن لا مكان لها، فالأولوية للطلاب اللبنانيين. آخر جمعة يعني دوموا قبل العيد، عطلة العيد بعثوا لنا رأي أنه ما عاد يستقبل أولادنا بالمدرسة، وكانوا مسجلين يعني ويداوموا أنه أنا روح الصف شوفهم، يعني كانوا بالصف عادي قاعدين، ويعني حتى مقاعدهم إيلون يعني مو وعلى العدد، وحتى عطوهم البطاقات تبعت المدرسة. في البقاع الأوسط حالات عدة مشابهة لحالة نور. يستغرب النازحون تبخر المساعدات المالية التي تصرف لتعليم أولادهم ولا تصل إليهم. عم توصل مساعدات كتير، طب هالأولاد شو الذنب أنه تنحرم المدارس كلها؟ ولا مدرسة تقبلتهم، لا الرسمية ولا المتوسطة ولا التعليمية. مدير المدارس يقولون إن وزارة التربية هي التي طلبت صرف التلاميذ السوريين. LBCI حاولت الاتصال بالمعنيين في الوزارة ولم تلقى أي جواب أو توضيح. هناك من يضع الأمر في إطار استفزاز الجهات المانحة للإسراع بدفع الأموال، فهل أصبح مستقبل الأطفال السوريين ورقة ضغط للحصول على المساعدات؟ مأساة العبارة الإندونيسية لم تنتهي. فبعد نحو شهر لا يزال هناك مفقود لبناني واحد، فيما تحول إجراءات دون عودة جثث الضحايا إلى لبنان. كاد يمضي شهر على هذه الكارثة، فاجعة العبارة الإندونيسية. عاد الناجون ولا تزال جثث الضحايا في مكانها في جاكرتا. مر أكثر من أسبوعين على بدء الفحوص المخبرية وفحوصات الدي ان اي التي كشفت هوية 33 جثة تعود لمواطنين لبنانيين، ليبقى العمل جار للتعرف على جثة الضحية 34. الأهل واللبنانيين امبارح سمعوا للأسف الخبر المحزن، يعني اللي هو من تثبت من هوية الغرقى الموجودين بالمستشفى العسكري، يلي 33 منهم حتى الساعة هن لبنانيين، هن من المفقودين.
حال الجثث سيئة جدا، ويعمل البروفيسور فؤاد أيوب على تحنيطها وإنقاذ القدر الأكبر من كل منها، وهي ستعود بنعوش رسمية إلى بيروت في غضون أيام. كله متوقف فقط على إعداد الجثمين، لأنه كل الأوراق المطلوبة جاهزة. اليوم تسلمت الأسماء، والآن وقعت على كل جوازة المرور. بضل في موضوع ختم النعوش اللي هو بيتوقف على التاريخ اللي المستشفى بتستدعيني فيه لأقوم بعملية الختم. قريبا ستعود جثامين الضحايا إلى أهلهم، إلى بلداتهم بعد غياب أسابيع. قريبا سيقفل ملف مفقودي عبارة الموت لتبقى فصوله الأمنية مفتوحة بحثا عن المتورطين في شبكات الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر من البؤس إلى الموت. مشاكل اللبنانيين في قطر في طريقها إلى الحل. ارتياح بين أبناء الجالية بعدما حصل البطريرك الراعي على ضمانة قطرية فيما يخص أوضاعها. تشكو عائلة مير الزحلاوية في الدوحة مما تعانيه معظم العائلات اللبنانية التي تعيش في قطر من صعوبة في الحصول على تأشيرات سفر لأقاربها، ومن رفض لهذا الأمر منذ أكثر من سنة من قبل الدوائر القطرية، انسجاما على ما يبدو مع مطلب خليجي خلفياته سياسية على الأرجح. إن شاء الله بيرجعوا بيتحننوا علينا بهذا الموضوع الإنساني بحت، أنه واحد عم بيشتغل بهالبلد وعم بيخدم هالبلد ومشكلتك قادر ينزل عنده أهله وعنده قريبينه، فكنا مرتاحين من هالناحية أنه هني بيجوا بيقعدوا معنا بيشوفونا كيف عايشين بيرتاحوا أنهم بينبسطوا فينا. نرجع نتمنى أنه هالموضوع الإنساني بصرف يرجع يتحرك. صحيح أنه في زمن التواصل الاجتماعي يمكن التحدث مع الأهل في لبنان عبر أكثر من وسيلة، إلا أن شوق اللقاء يبقى هو المأمول، وما على اللبنانيين لرؤية أهلهم إلا النزول تكرارا إلى بيروت، وهذه مشكلة بالنسبة إليهم بدل أن يأتي البعض منهم إلى الدوحة. بخصوص الفيزا اللي قدمت لك إياها واللي إجاها رفض، ذكر له مبدئيا هلأ مع زيارة سيدنا البطرك والسلطات هون وسمو الأمير وعدنا أنه رح يصير فيه فرج بهالموضوع، فإن شاء الله خليك up to date، عم حطك بالصورة إذا اضطريت دغري تجيك وجاهز. أوكي أوكي أنا ناطرك من كل بيت. هذه الأجواء كان حملها البطريرك الراعي إلى أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد الذي وعده بمعالجتها ومتابعتها انطلاقا من حرصه على الدور البناء للبنانيين في بلاده. وعلم أن السفير اللبناني في قطر حسن نجم سيزور بطلب قطري دوائر رئاسة الوزراء خلال اليومين المقبلين لحل هذا الموضوع ومعالجة تداعياته. من العاصمة القطرية الدوحة، شرب فرانسيس، يزبك وهبي، LBCI. في قضية المخالفات البيئية في بشري أكد النائب السابق جبران طوق أن ما جرى لم يكن معركة بيئية بل معركة سياسية بامتياز تعمل على فرض هيمنة حزب سياسي على المدينة واستبدال الإقطاعية العائلية بإقطاعية حزبية. واتهم طوق رئيس القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع بالتقصير في العمل لتوحيد أهل المدينة وبالتفرج على أهلها وهم في كباش مؤسف مع القوى الأمنية، ودعاه إلى اللجوء إلى البطريرك الماروني للوقوف على رأيه الراجح في مصير الغابة أو إلى الأجهزة القضائية والمراجع القانونية. تتابعون بعد الفاصل. ثورة النساء في السعودية وعودة أستيريكس. أهلا بكم من جديد. الولايات المتحدة تتنصت على هواتف زعماء العالم منذ العام 2006، والزعماء يكتفون باستدعاء السفراء الأمريكيين. 35 زعيما وقعوا في فخ التنصت الأمريكي، فبعد الوثائق التي سربها الموظف في وكالة الأمن القومي إدوارد سنودن برز ما كشفته صحيفة الجارديان البريطانية نقلا عن مذكرة سرية بتاريخ تشرين الأول عام 2006 أن مسؤولا أمريكيا زود وكالة الأمن القومي ب 200 رقم هاتف لزعماء 35 دولة لم تعرف هوياتهم تتنصت عليهم الولايات المتحدة.
وكالة الأمن القومي الأمريكي المتورطة في عمليات تنصت في فرنسا والبرازيل والمكسيك، حصلت بحسب الجارديان على معلومات الاتصال من موظفي مختلف الإدارات بما في ذلك البيت الأبيض ووزارة الخارجية والبنتاغون، الذين أصدرت لهم تعليمات بنقل بيانات الأرقام التابعة للساسة أجانب. التجسس بين الأصدقاء أمر غير مقبول على الإطلاق. الكلام للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لدى وصولها إلى بروكسل، فالأمر بحسب ميركل لا يتعلق بها فحسب وإنما بكل مواطن ألماني، والحادث بدد ثقة ألمانيا في الولايات المتحدة، قالت ميركل. إسبانيا أيضا لم تسلم من التجسس، فبحسب تسريبات صحفية فإن وكالة الأمن القومي الأمريكية تجسست على العاملين وأعضاء الحكومة الإسبانية بمن فيهم رئيس الوزراء. فرنسا وألمانيا أعلنتا عن مبادرة مشتركة لطلب توضيحات من واشنطن حول عمل أجهزتها الاستخباراتية وإيجاد أرضية تفاهم بحلول نهاية العام حول قضايا التجسس. إيران تواصل مفاوضاتها مع وكالة الطاقة الذرية، وكبير مفاوضيها عباس عرقجي يلتقي مدير الوكالة يوكيا أمانو الاثنين. تزامنا، شوارع طهران تمتلئ بلافتات مناهضة للتقارب مع واشنطن. في إيران للحديث عن التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية وجهة نظر عديدة وأشكال كثيرة، آخرها ملصقات توزعت في شوارع العاصمة تقول إن أمريكا تدعي الدبلوماسية ولا يجب تجاهل أزمة الثقة الحقيقية تجاهها. وجهة النظر هذه تبنتها شركة خاصة مقربة من التيار المحافظ، وتختلف قليلا عما تحمله الحكومة الإصلاحية والتي تسعى لتطبيق سياسة معتدلة نحو الخارج ولا ترفض مبدأ الحوار مع واشنطن. لطالما شهدت إيران اختلافا في الآراء بين الأطياف السياسية، وهذا لا يتعلق بالتفاوض مع أمريكا وحسب. من الإيجابي لأي بلد التعبير عن وجهات النظر حتى لو كانت متباينة. الساسة في إيران ينتمون لأطياف مختلفة، وإن تباين الحديث اليوم حول التفاوض مع واشنطن إلا أن وجهة النظر تصب جميعها في نقطة واحدة، هي عدم تجاوز الخطوط الحمر بالنسبة لإيران والتي تمس بمصلحة البلاد القومية. الشارع قد يتأثر بتباين الآراء السياسية، إلا أن ما يحكم رأيه هو العداوة الطويلة مع أمريكا دون تناسي الوضع الاقتصادي الذي تأثر بالعقوبات والتي أرهقت كاهل المواطن. إيران وأمريكا كما الذئب والحمل، لا يمكن للإيرانيين أن يثقوا بالولايات المتحدة وهي التي فرضت عليهم العقوبات وحاصرتهم. أؤيد التفاوض 100%، علينا أن نتجاوز الكثير من العقبات لتحقيق مصلحة المواطنين في علاقات هادئة مع الآخرين. عندما يتعلق الأمر بالتفاوض مع عدو قديم ففي إيران من يؤيد ويعارض، وهناك أيضا من يؤيدون الحذر. بكل الأحوال توزيع الأدوار قد يؤدي إلى تجاذبات داخلية، ولكن أمام الخارج قد يرسم صورة إيجابية لإيران وربما ورقة رابحة على طاولة التفاوض. فرح الزمن شوقي، المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناشونال، طهران. 26 تشرين الثاني، النساء السعوديات يتظاهرن في الشارع. الداخلية متأهبة وهي ستضرب بحزم، والسيدات متأهبات بدورهن ومطلبهن واحد، نريد القيادة. وزارة الداخلية السعودية تهدد المخلين بالأمن وتتوعد أصحاب التجمعات والمسيرات وستضرب بحزم أي مس بالسلم الاجتماعي. ليس هذا بيانا ضد ناشطين سياسيين ولا مجموعة إرهابية، كل هذا الترهيب يأتي استباقا لثورة 26 أكتوبر أو قيادة 26 أكتوبر التي تحضر لها النساء السعوديات للمطالبة بحقهن بقيادة السيارة، الملف الذي يلقى ردود فعل متفاوتة على صفحات التواصل الاجتماعي. حان الوقت أن المرأة تسوق، أنا مستعدة، بنتي مستعدة، وأيضا المجتمع مستعد. وفيما يستمر أيضا تناقل هذه المشاهد والصور والأشرطة عن قيادة السعوديات للسيارة، نشرت توجيهات تهكمية للنساء كاستخدام ولاعة السيارة على أنها أحمر الشفاه، على المرأة كبس الولاعة انتظارها لتحمر وثم استخدامها على شفاهها. رغم الترهيب السعوديات مصرات على استكمال هذه الخطوة، فهذا البيان يجول أيضا على الإنترنت وأعداد المواقعات عليه إلى ازدياد، ما يبشر ب 26 أكتوبر يبنى عليه. أستريكس يعود إلى جمهوره الوفي بعد طول غياب.
بطل بلاد الغال الأسطوري يطل هذه المرة في إحدى قبائل شمال اسكتلندا. عمر الأستيريكس الذي تخطى 40 لم يفقده شيئا من جاذبيته. وعاد أستيريكس بعد غياب دام 8 سنوات وهو تاريخ صدور آخر قصة مصورة من سلسلة أستيريكس وأوبيليكس. ها هي الشخصية الشهيرة تعود بكتاب جديد بعنوان أستيريكس شيليبيكت، والتي تدور أحداثها في رحاب إحدى القبائل التي كانت تعيش في شمال اسكتلندا. جيت ان بون مومون ان بيل البوم فوالا ان توت سامبليسيتي فوالا جو لور سويت بون كوراج beaucoup de succès, beaucoup de réussite et puis voilà. Si l'album est bon, ce serait formidable. الخميس بات الكتاب موجودا في كل المكتبات، وبحسب النقاد فإن هذا الإصدار يفترض أن يكون الصفقة الأنجح لدار النشر أشات في ظل الركود الذي تعاني منه سوق الكتاب حاليا، فيتوقع أن يتجاوز عدد النسخ المباعة 3 ملايين في أسابيع قليلة. Comme un album un peu hommage à Madrid et Barcelone. Aux Astérix éternels, on va dire. Donc c'est un album qui a un petit côté 5 ملايين نسخة موزعة في 15 بلد وب 23 لغة. أستيريكس يجتاح العالم مجددا بعد 54 عاما على ولادته. مطعم جديد في باريس يقدم أطعمة غنية بالبروتين والأوميغا 3، أطباق شهية مزينة بالحشرات. تخيلوا البطاطا اللذيذة المضاف إليها الأفوكاد طازج والمزين بصرصور. إنه طبق الشيف الفرنسي إلي دافيرون الذي يقدمه إلى جانب أطباق منوعة من الحشرات في مطعمه الباريسي لوفستانو، ليصبح المطعم الأول من نوعه في العاصمة الفرنسية. وقد خص هو هذا النوع من الأطعمة بتشكيلة مستوردة من العقارب والجنادب. Les gens les plus effrayés vont commencer par les plus petits puis finalement finissent par s'attaquer aux scorpions d'eau géante. ولكن لماذا تناول هذا النوع من الطعام؟ يشرح دافيرون أن الأسباب عدة، أولها الفوائد البيئية، فهي لا تحتاج لكثير من المياه أو المساحة لتربيتها، كما أنها غير مكلفة ومصدر ممتاز من البروتين وغنية بالأوميغا 3. الحشرات يتسلمها دافيرون مملحة وموضبة من تايلاندا وهي جاهزة للتقديم مع بعض الإضافات. Le goût en lui-même n'est pas mauvais, mais le problème c'est que le produit est très petit et c'est pas très pratique à manger parce que là c'était entouré de sauce et on peut pas manger les ailes parce que les ailes on peut pas les avaler en fait. إذا أمكن ابتلاعها أو لا، فهي تجذب الكثير من هواة هذا النوع. أما الأسعار فهي بمتناول الجميع وتتراوح بين 5 و9 يورو. وإلى صفحة الاقتصادية مع ليا فياض. ليا، أخبارك الاقتصادية؟ صنف لبنان بالمرتبة 126 بالعالم من حيث مشاركة المرأة بالحياة الاقتصادية. تفاصيل هالتصنيف بهالتقرير. ليس غريبا أن تتصدر النساء اللبنانيات شاشات التلفزيون وصفحات المجلات والإعلانات، إلا أن وضع النساء في المجتمع يتراجع في السنوات الأخيرة، وذلك وفقا للتقرير السنوي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي الذي وجد أن الفجوة بين الرجال والنساء ضاقت قليلا في السنة الماضية في معظم بلدان العالم إلا بالنسبة للنساء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فبحسب التقرير تراجع لبنان من المرتبة 116 عالميا في عام 2010 إلى المرتبة 123 هذا العام. يذكر أن التقرير ينظر إلى 4 تصنيفات رئيسية في قياس الفجوة بين الرجل والمرأة، وهي المشاركة السياسية والاقتصادية والحصول على التعليم والصحة. ففي السياسة تراجع لبنان درجة واحدة ليصل ترتيبه إلى 133 عالميا، ليشارك المرتبة مع المملكة العربية السعودية. وكذلك بالنسبة لمشاركة المرأة في الاقتصاد، فما زال لبنان في دول أسفل القائمة في المرتبة 126 بين 200 دولة في العالم. أما بالنسبة للفجوة في الخدمات الصحية فهي شبه معدومة، أي أن لبنان وبحسب التقرير الأول عالميا إلى جانب 32 دولة في ذات التصنيف، فيما كان ترتيب الولايات المتحدة 32. وبالنسبة للحصول على التعليم تراجع لبنان درجة واحدة ليحل في المرتبة 87 خلف دول كالكويت، قطر وأثيوبيا. توصل موقع التواصل الاجتماعي تويتر لقرار طرح 70 مليون سهم للاكتتاب ببورصة نيويورك بنص تشرين الثاني المقبل، وبتشكل الأسهم 13% من قيمة الشركة المالكة للموقع أو حوالي 11 مليار دولار، ورح تتراوح قيمة السهم الواحد بين 17 و20 دولار. تويتر بيطمح بتحقيق 1.4 مليار دولار من هالاكتتاب. يذكر أنه في أكثر من 200 مليون مسجل بالموقع وبيرسلوا 500 مليون تغريدة باليوم الواحد.
وأكيد في أكثر من 500 مليون شخص ناطرين جيم بكرة برشلونة وريال مدريد. إذا بدنا نحسب أنا وماريو بنصير 500 مليون واثنين، ليه وأنت 500 وثلاثة. مليون وثلاثة 100%. بس قبل ما نحكي مطولا عن هالمباراة لازم نتوقف مع خبر حزين لكل الرياضيين. الليلة رح نكون للأسف مع الخبر الرياضي الحزين يلي تلاقيه كل محبي كرة السلة مع إعلان وفاة رجل الأعمال هوري شلهوب الرئيس السابق لنادي الحكمة بيروت عن عمر 84 سنة على أثر أزمة قلبية تعرض لها حيث ما لبس أنفارق الحياة. هوري شلهوب يلي كان ترأس سابقا نادي شونفيل ديك المهدي ومن ثم نادي الحكمة بيروت كان المرشح التوافقي بمبادرة مطران بيروت بولس مطر لترأس نادي الحكمة بالفترة المقبلة بمحاولة منه للخروج من أزمته. بكرة القدم عنوان واحد لكل البطولات الأوروبية بمبارياتها المختلفة وهو الكلاسيكو الإسباني بين برشلونة والريال يلي بيسرق كل الأضواء عن مختلف الأحداث الرياضية الأخرى. كل محبي كرة القدم بالعالم عم ينتظروا بشغف انطلاق الكلاسيكو الأول هالموسم بين برشلونة وضيفه الريال، فتمام الساعة 7 من مساء بكرة السبت تكرع أجراس الخطر بمدينتي برشلونة ومدريد مع انطلاق مواجهة عملاقي اللعبة ليونيل ميسي المتسلح هالموسم بالجوهرة البرازيلية نيمار والبرتغالي كريستيانو رونالدو المتسلح بصفقة اللاعب الأغلى بتاريخ كرة القدم البريطاني جاريس بيل. فريق برشلونة يلي احتاج لهدف من نجمه العائد الأرجنتيني ليونيل ميسي لينتزع نقطة غالية هالأسبوع بالتشامبيونز ليج عم يفتقد للحلول الهجومية بعد تعادله بدون أهداف السبت الماضي مع مضيفه أساسونا بالدوري الإسباني. الجديد مواجهة بكرة السبت التغيير بمدربي الفريقين، فكتيبة ريال مدريد بأودا الإيطالي كارلو أنشيلوتي يلي حل بديلا عن البرتغالي جوزي مورينيو، أما حامل اللقب فبيلعب تحت إشراف الأرجنتيني مارتينو بديل تيتو فيلانوفا. والتقى الفريقين 257 مرة بجميع المسابقات، ففاز ريال مدريد 94 مرة وبرشلونة 105 وتعادلوا 58 مرة. إنما بيتفوق ريال مدريد على برشلونة بسجل المواجهات بين الفريقين بالدوري الإسباني برصيد 70 انتصار مقابل 64 هزيمة من لقاء الأول بال 1929. وبيتأمل الأرجنتيني ليونيل ميسي أبرز لاعب بالعالم بالأعوام الأربع الأخيرة إنه ينفرد بصدارة هدافي المباريات الرسمية للكلاسيكو، حيث بيتعادل مع أسطورة ريال مدريد ألفريدو دي ستيفانو مع 18 هدف مقابل 12 هدف للبرتغالي كريستيانو رونالدو. مباراة ريال وبرشلونة دايما الأهم بكل الأحداث الرياضية. إليز أنت يمكن الوحيد اللي ما رح تقدري تتابع المباراة لأنه عندك حدث كمان ما بقل أهمية عن هالمباراة. يعني إن شاء الله مش أنا أكون لحالي بكرة إذا الله راد، كل الناس تكون عم تشوفنا ما تشوف الماتش، لأنه بكرة عنا حلقة من القلب للطفل إلي صدقة. مشاهدينا إذن طقس صافي وجاف ومستقر عم بيسيطر على لبنان. طقس الليلة بالبداية رح بيكون صافي إلى قليل الغيوم، درجة الحرارة بتسجل ببيروت لليلة أقصاها 18 درجة، على الجبل الأرز بتسجل 3 درجات وبالبقعة توصل للعشر درجات أقصاها. بكرة الجو مثل ما ذكرنا صافي بالإجمال مع حرارة مستقرة بتوصل ببيروت ل 28 درجة، بالبقعة 25 درجة وبالأرز توصل أقصاها ل 14 درجة. الرياح بالإجمال لبكرة رح بتكون متقلبة شمالية غربية إلى شمالية شرقية، حال البحر معتدل ارتفاع الموج، حرارة المياه 25 درجة ورطوبة رح تتراوح بين 20 و 50%. كيف رح بيكون طقس الأيام المقبلة؟ مثل ما ذكرنا بكرة بالإجمال صافي مع 28 درجة، مستقر للأحد الاثنين والثلاثة مع استقرار بالحرارة على 28 درجة وصافي إلى قليل الغيوم، الثلاثة أيضا استقرار بالطقس صافي إلى قليل الغيوم وارتفاع إضافي لتوصل أقصاها على الساحل ل 30 درجة. وهلأ عودة لكم ماريو، أكيد بدي أقول لك أنه أنت مبسوط كتير لأنه صافي معيد بدك توصل الصيفيتين ببعضهم. بحس إن شاء الله بكرة كمان يكون عنا عيد تاني لما الحلقة بتنجح إذا الله راد، وإلي بيوصل اللي بده إياه هو وأهله إذا الله راد. شكرا لك. ختام النشرة، شكرا جزيلا لكم. هذا كل ما لدينا، تصبحون على خير.